النهاردة هناكل كفتة الطاسة. طريقتها سهلة جدا وسريعة وتنفع في العزومات. يلا نشوف طريقتها ازاي. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. هنضيف كوباية برغل المغسولة عليها مية سخنة ونغطيها لحد ما يبتدي ان هو يستوي. بصلة مفرومة، ملح وفلفل اسود، ونخلطهم كويس مع بعض عشان نبدأ اللي احنا بعد كده نضيفها على اللحمة. البصلة طبعا بتكون معصورة من اي مية عشان بعد كده الكفتة لما نيجي نعملها ما تفكش، اذا كان لما نيجي نشكلها او في العجل. دلوقتي البرغل خلاص كده استوى. هنبدأ دلوقتي نصفي البرغل كويس جدا من المية اللي كان منقوع فيها، ونفس الفكرة لما قلنا في البصل ان هو ما يفكش او في العجن ما يغلبناش لما نيجي نصبع. طيب صفينا البرغل كويس، المرحلة اللي بعدها ايه؟ هنفضيه على البصلة اللي كنا تبلناها من الاول ونقلبها كويس، وبعد كده هنبدأ اللي احنا نضيف باقي البهارات. بنضيف معلقة صغيرة بهارات، وكمان بعدها بنضيف معلقة صغيرة كزبرة، وبنقلبها كويس قوي لحد ما يكون الخليط متجانس مع بعضه. بعدها بيكون الوقت اللي احنا نضيف اللحمة المفرومة. ضفنا حوالي نص كيلو لحمة مفرومة، لو حابين اللي احنا نعمل كمية اكبر بنزود طبعا كل الكميات السابقة. الخطوة اللي بعدها اللي احنا بنعجن العجين ده كويس جدا جدا لحد ما نلاقي ان في خطوط بيضة اتشكلت في العجينة طويلة مش قصيرة. ده بيكون راجع لإيه؟ ان هي بتساعدنا احسن في العجين لما نيجي نشكلها على شكل صوابع، وبرده ما تفكش ساعة لما نيجي نسويها. الافضل اللي احنا بنسيب العجينة ترتاح ليلة كاملة وعلى الاقل 6 ساعات، وبعد كده نبدأ نشكلها على ستيك خشب زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. بناخد على حسب المقدار اللي موجود معانا، لو احنا حابين الاصابع متوسطة او صغيرة، ونبدأ اللي احنا نرصها في صاج عندنا عشان بعد كده نسويها على طول. معلومة على السريع، نص كيلو لحمة مفرومة ده مع البرغل عمل حوالي 15 ل16 صباع كفتة، على حسب طبعا الحجم اللي احنا هنعمله، هي ممكن توصل معانا ل20 مثلا صباع كفتة. حاجة كمان، احنا ممكن نخزنها في الفريزر من 3 ل6 شهور. بنحطها على طبق فويل، وبعد كده ورق زبدة، وبعد كده بنحط الصوابع يعني مش جنب بعضها قوي، وممكن نحط ورق زبدة من فوق وبعد كده الطبقة التانية بحيث ان هي ما تاخدش مكان معانا. ممكن نحطها في التلاجة مثلا 3 ساعات او على الاقل لحد مثلا ما نيجي نجهزها، عشان الموضوع بيكون اسهل اكتر، بتكون كل حاجة جاهزة معانا واللي هو بس اللي هو على التسوية. الحركة اللي انا بعملها بصوابع دي اللي هي تحس ان هي مضغوطة شوية من كل حتة مش متساوية، ده على اساس لما تيجي تستوي بعد كده وتبدأ تكش بشكل متساوي، ما يكونش فيه حتة تخينة او كده مكعبرة. في طاسة سخنة الزيت النباتي مع حتة سمنة، وبنقلبهم من 2 ل3 دقايق. على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده تكون اتحمرت كويس، مش بتطول خالص، ومش بنحتاج ان احنا نحطها في الفرن كده، خلاص هي استوت. اهم حاجة الطاسة لما بتكون سخنة مش بتلزق. بعد كده بنشيل الكفتة من الطاسة، وبعد كده بنقدمها تكون سخنة مع صوص الطحينة والسلطة اهم حاجة وعيش. حابة اعرف منكم في الكومنتس طريقتها كانت عجبتكم او لا، وياريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ولو عندكم اي وصفات حابين ان انتوا تعرفوا طريقتها ابعتولي في الكومنتس، واكيد ان شاء الله يكون عندي فرصة ان انا اعملها لكم. ما تنسوش تشوفوا الوصفات في الفيديوز اللي فاتت على القناة، او بالهنا والشفاء على قلبكم.